اهلا وسهلا اعزائي متابعي ومشاهدي قناه القاهره 24 وكابل لايف في كل مكان. برحب بحضراتكم وبث جديد من الاسكندريه، معكم محمد مجلي صحفي في الموقع. طبعا كلنا تابعنا اليومين اللي فاتوا القضيه الخاصه بتعدي سائق توك توك على الحاج محمد عبد الرحمن في الاسكندريه. توصيله عاديه جدا، راجل خارج على اكل عيشه رايح شغله، وركب مركبه التوك توك، استقل مركبه ركب التوك توك وطلب ان هو يوصله، فالسواق ما رضيش يكمل المشوار وحب ان هو ينزله. وبعدين الاختلاف ده خلى السواق يوم يتعدى على الحاج محمد اللي في الصوره مع اسرته زي ما احنا شايفين، زوجته وابنائه، وتعدى عليه حتى انهى حياته. احنا النهارده في منزل الاسره اللي بنقدم لهم خالص العزاء وبنتمنى ليهم الصبر والسلوان، وهنسمع منهم بقوة دوام الله. الله يخليك يا ابو كتر خير. يعني عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط مع الحاج محمد، وامتى الخبر ده تحديدا حصل؟ والله يا ابني اللي حصل ايه ده، في علم الغيب مع جوزي الله يرحمه. النهارده ايه في الشهر؟ ايوه هنكمل هنا. الحقيقه مع جوزي الله يرحمه وسواق التوك توك القاتل حسبي الله ونعم الوكيل فيه. امتى؟ يوم الخميس. محمد بيشتغل بالليل من 7 لـ7 الصبح، فاليوم ده تحديدا انا بصحيه كل يوم الساعه 5 5:30، ينزل من هنا 7 لـ ربع 7. اليوم ده تحديدا ما كنتش هنا، قلت له محمد خلي ودنك مع التليفون وافتحه، ونازله مع عبد الرحمن اجيب له حبه حاجات بس. واتصل بيا بالتليفون، ايه يا مان عملتوا ايه، خدتوا ايه من شنطتي، كذا كذا للدروس وده، طب تمام وخلاص. وصحيته 3 4 مرات، قلت له بيدو لو رحت لقيت بابا نام تاني حبيبي صحي. ايوه وخلاص. وكدت كام يا بيدو ده، مش ياما يا بيدو عليا، قال له بابا ربنا يخليك لينا. قال له طب ادعي لي دعوتين يا ابني بالله عليك. قالت لي معايا اصلا دي اخر حاجه قالها لك، ادعي لي دعوتين يا ابني. ونزل معايا، انا قذرت معايا يعني بص اللي حصل، انا جيت هنا كان هو بيلبس بقى، وهزرنا سوا ومش عارف، بيقول لي هذه الجيلي بتاعه. قلت له يا عم انا والدي كان اقرع، قلت له يا عم بتحط ايه؟ يعني كنا صحاب، ما كنتش بقول له العيال كلهم يا ابني، ما كنت هو الواحد، انا ما كنتش واسمه بيبو. اقصى امني في الحياه اجيب حاجه حلوه لدي ولا لدي، يشوفهم بيضحكوا كده فرحانين اكيد. اي اول في الدنيا فرحتهم، ف انا واسمه كان اسمه بيبو، ما كنتش بقول له بابا، انا كنت بقول له يا بيبو ساعتها، يعني الناس عارفه كده، كنت بقول له يا بيبو ولا. فكنت ماما صاحبني، كنت انا ما كانش ابويا، كان صاحبي. فجا واقف معايا فبيقول لي الجيلي بتاعي فين؟ قلت له الجيلي يا عم تحطه فين؟ تقرا يا عم مش عارف ايه. وقعدنا نهزر سوا ومش عارف ايه، وجينا على الباب بقول له هتجيب 10 جنيه ادعي لي. قلت له يا عم هات 10 جنيه. قال لي مش لسه واخد يا ابني، فاهم، بهزر معايا كده. وقلت له روح، قال لي ادعي لي، قلت له ربنا يبارك لك. ولبسنا سوا ونزلنا، فاهم. كان الكلام ده كام؟ كان لسه 7 7 لـ5 دقايق، هو معاده في الشغل 7 واليوم ده كان متاخر. ونزلنا سوا، هو ركب جامع الفرج، هو بيركب مشروع جامع الفرج ب2 جنيه وينزل يركب توك توك. وانا نزلت ركبت ايه؟ الاوتوبيس بتاع 45 بيطلع على البحر. بيشتغل في كافيتيريا. انا والدي بقى؟ والدي بقاله 30 سنه بيشتغل على البحر. بقاله 13 سنه شغال في دوار جوحه. دوار جوحه على البحر. تمام؟ يعني الناس تنزل تسال تشوف، اسال عن بيبو بس. المهم انا والدي متعود يركب التوك توك ويروح بيه محمد عطيه عشان يعدي فتحه القطر، ويروح شغل في شارع حسني، ويطلع البحر ايه، يروح الكافيتيريا. فاليوم ده قابل منه لله، وانا كل ده كل ده وقسم بالله انا العلم عند الله، ومع ابويا اتدفن، ومع الراجل في محبوس دلوقتي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا نزلت قعدت يوم كامل بسال الناس في الشارع حته حته، وشارع شارع، وفكهاني وزلباني واهواجي كل حته، ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ الكلام اللي بقوله ده هو اللي اترتب عليه، يعني الموضوع ماشي كده. هو ساعات شغل عيال يعني. جمعناه اللي هو قاله في النيابه، قال اختلفنا على الاجره. هو قال احنا اختلفنا على الاجره. اختلفنا على الاجره بس انا بس هو يعني هو بيقول انا اختلفنا على الاجره عشان الحاج يعني ما قدرش يديله اجره اصلا. ده اللي بيقوله يعني. المهم والدي والحاج مش عايز يديله اجره ليه يعني. هم اصلا ما وصلوش لحد اخر السكه، ده هو اصلا الكاميرات جايباه ووصل لحد نص محمد عطيه ومش مكمل، وانا بابايا اصلا يعني اتفق معاه لحد فتحه القطر. فانت اصلا بتتخانقوا على اجره ايه وانتوا ما وصلتوش لاخر السكه؟ انت ما وصلتليش اصلا اجره ايه اللي هتخانق معاك عليها؟
قال لا ما انا كنت عايزه ارجع، وقلت له انزل هنا وما كنتش كملت السكه لسه. قال لي لا اديني للاخر. قال له لا. طب وافرض وافرض عمر محمد ما كان ظالم، اكيد هيديك اجرتك. طالما 13 سنه بيشتغل معانا كده، ده مشواره كل يوم كل يوم يا ابني. ايوه لا ولا عبيط على الكبره ولا ظالم. محمد ما كانش بيفوت فرد، ما كانش له في المشاكل، كان يحب كل حاجه بالعقل. انزل شوف لو بني ادم على البحر عامل معاه مشكله بحق، فمش بتاع مشاكل. وسيبك من 13 سنه، والدي بقاله 30 سنه على البحر، يعني 30 سنه بيركب تكاتك اصلا. ووالدي يعني كان على طول لي كلمه يقول لي ايه، ارزق ترزق. فهو فاهم يعني ايه، يعني سيب دلوقتي تاني رب سيبك من سيبه. وبعدين متاخر على الشغل اليوم ده بالذات، هو عنده 7 ظبط اليوم ده، نازل 7 يعني مش هتكلم مع راجل في 5 جنيه. يعني هو قصدي عايز يروح شغله. حتى افتراض احنا عاملين نجيبها شمال ويمين، مفيش مبرر يخلي محمد يتخانق معاه. طيب بما انكم يعني ساكنين، الاجره من هنا لغايه هناك قد ايه؟ من جامع فرج لحد 7 جنيه. سبعة يعني مش عارف. لو خدها من هنا دايركت هناك 15 جنيه، 15 جنيه 10 جنيه كمان. يعني يوم ما نقول ان هي هختلف معاك على 2 3 جنيه ولا حاجه يعني. والدي ساعتها كان بيسيب ال 20 و25 يا ابني. اختلفت معاك وانا ركبت معاه قبل كده يعني. محمد ده مش عارف ايه، يستدعي ان انا موتك. انا مختلفه معاك، همسكك اموتك. ايه سبب الخلاف اللي خليه يقوم يتعدى عليه بالطريقه؟ احنا مش عارفين. هو كمل حلقة اللي حصل. فوالدي ركب معاه، محمد عطيه يا اسطى ركب، ده اللي اكيد والدي قالوا له. ما اكيد محمد عطيه عنده بتاعت القطر اركب. فبيقول لك وقف، يعني هو نزله حته، والدي عايز ينزل حته ثانيه. فوالدي قال له طب، فبيقول لك هو انا داخل، بيقول انا داخل شمال. فقال له طب نزلني الحته دي يعني. فقال له لا. طب والدي بيطلع الاجره اللي على قد المسافه، خد اجرتك على قد مسافتك. هو والدي قدرها بمبلغ كذا. لا هو عايز ياخد اجرته كامله. هو ما وصلهوش اصلا. فقال له تاخد اجرتك كامله، ما توصلتنيش. المهم اكيد والدي، فانا اكيد والدي كان عاقل، اكيد كبر دماغه وطلق وفاهم وقال له ايه جاي يدي اجرته الحق، لا عايز اجرتي كامله. فوالدي قال له لا ما فيش اجره كامله. راح جاي نزل من توتو قعد يضرب لوالدي. والدي في ساعتها رن على عمي، الحقني ياسر، هو اسمه ياسر، عمي اسمه ياسر، الحقني يا ياسر انزل لي محمد عطيه. ده طبعا ده عمي حكوا لي يعني، الحقني يا ياسر انزل لي محمد عطيه. فالمهم راح جاي ايه وركب، ركب اللي سو... يعني بعد ما نزل ضربه ركب ودور التوك توك وطلع يجري بيه. وهو بيجري بيه بيلف ايه يضرب، يعني هو كده لف ضرب اللي الناس شايفينه. ابويا لسه معاه بيقول له اقف هنا، نزلني هنا، بقول لك اقف. وابي فين؟ في شارع بتاع محمد بتاع مهداوي، نص في نص الاولاني اللي هو عند الزلباني والقهوه، بيقطع من 7 ل 8. وقع حصلت من 7 25 دقيقه 7:30. فوقف بيه في الضلمه متعمد. قال له لك هو كان بيلف بيه وراح واقف في الحته دي. انت يعني هو متعمد، هو دماغه شغاله، لا هو عبيط ولا هو اهبل زي ما بيقولوا. لو مش واخد بالك ايوه لو مش واخد بالك هو واقف بيه في اي حته، ليه الشمال لفيته وقفت هنا. فالمهم بيقول لك نزل من التوك توك، بعد ما نزل من التوك توك وشد ابويا وبدا يضرب فيه تاني. تمام شد ابويا عشان مش بتاع مشاكل، مش جبن، هو بيحل المشاكل. أوه. قال له انا مش هسيبك الا في الاس. ثواني ثواني ده مين محمد؟ يعني عايز برضه يجيب حقه بالقانون. ثواني ثواني يا ماما بعد اذنك. هو بعد ما شده وضربه رايح بقى هيدور التوك توك وايه وهيمشي. فوالدي مسك فيه قال له انت مش ضربت، انا مش هسيب حقي غير في الاسم، انا مش هسيبها غير في الاسم دي، بودني الشهود برضو. فراح جاي بص بقى ده بودن واحد، والراجل ده يعني بيقول لي انا يعني حق يعني انا معاك في اي حاجه سماعه، والراجل معايا وان شاء الله يروح النيابه وكل حاجه. بيقول له ايه بقى يعني اللي منه لله، بيقول له اللهم صل على النبي. قال له انت مش مكفيك، انا جبت من وشك دم، انت كده شكلك عايز تموت، انا مش هسيبها غير لما اقتلك. بص الجمله يعني يعني انا معلش هو عمل لك ايه يعني؟ شفت ابويا هو في حاجه بينك وبين ابويا قبل كده بتقول له كده ليه؟ انت دلوقتي بعد وفاه الحاج يعني حاولت تساله عن الراجل ده، مفيش معرفه خالص. لا مفيش معرفه ولا حد منكم يعرفه. واصلا كمان بيقول لك في سبق قبل كده. ده اللي احنا ليه سبق؟ بيقول لك كان مغتصب واحده وضربها على دماغها ورماها بس وطلع منها. الله اعلم ست عايشه ولا ميته، بس بيقولوا كان عايشه يعني بعد. ف يعني ليه كده؟ طب عرفينا حاجه كده يعني، ما شاء الله وعنده يعني ولاده ربنا يخليهم، عرفينا كده يعني
انا عارف ان هو يعني تعبان عليهم يعني الحمد لله يعني عنده نماذج ناجحه و... بص حضرتك يعني تعرفنا كده يعني اشرقت اهي دكتوره بص هو ما يتمش دول بس هو ما يتمش دول بس هو ما يتم اربعه انا والدي متزوج ليه زوجه تانية وعنده ابن اسمه حمزه هو ما هو وقف مصاريف مصاريف بيتين والدي كان بيسعى على بيتين وموقفش مش بيت واحد يوم بيوم والدي كان بينزل يجري على اكل عيشه يوم بيومه الله اعلم احنا ممكن تاني يوم ابويا لو اخد اجازه ان ناكل ولا ما ناكلش فدي كبيره اشرقت دكتوره ربنا يخليك ربنا يخليك ايه اللي تفتكريه من بابا كده يعني وايه اللي دايما كان بيقوله والله انا لسه حتى النهارده قايله لاصحابي يعني اللي كانوا جايين يعزوا كده انا بابايا كان بيحب ربنا ومع ربنا قوي يعني انا بابايا الله يرحمه من ساعه ما والده توفى من 20 سنه انا بابايا ما فوتش فرض انا عندي 21 سنه بابايا من 20 سنه انا شايفاه ما بيفوتش فرض وكان بيغيب بقاله ما شاء الله بقاله شهرين يغيب في صلاه العشاء يا بابا انت بتغيب كده ليه احنا في مره كان بيصلي العشاء وفكرناه جرى له حاجه تحت فزقناه كده يعني حي يعني اللي هو شاور لنا فايه يا بابا بتغيب كده ليه ما تسيبوني اتكلم مع ربنا انا بحب اتكلم مع ربنا ربنا يعني بابا كان يعني كان بيحب سيدنا حمزه سيدنا حمزه رضي الله عنه كان بيحبه جدا كان بيقول لي سيدنا حمزه افدى روحه في سبيل سيدنا محمد في موت احسن من كده ده شهيد يا ريت احتسب شهيد عند ربنا وسبحان الله نقلها سبحان الله بابايا كان كل واحد فينا مديله ايه قال له الايه دي تمشي بيها في حياتك في سوره النور الايه الله نور السماوات والارض قال لي امشي بيها في حياتك عشان انت اصلا ربنا يبارك لك بنور ربنا انت ماشيه بنور ربنا الناس بتحبك عشان انت ربنا بيحبك وسماني اشرقت وهو عارف ان انا هاخد نصيب من اسمي فانا ابويا ما يستاهلش لا ما يستاهلش ليها ايه في القران يعني ايه في اشرقت الارض بنور ربيها هو كل واحد فينا مسبين سبب يعني انا اسمي عبد الرحمن عبد الرحمن من عباد الرحمن وجنى جنتين دان وحمزه سميها عشان سيدنا حمزه فهي لا انا عارفه انا عارفه ان ده قضاء وقدر الزبيبه دي عنده من حوالي زبيبه الصلاه دي الزبيبه لو حضرتك تاخد بالك في الصوره دي الصوره كمان مش باينه لا لا الزبيبه اكبر من كده في الحقيقه كبيره قد كده الزبيبه طلعت له في ايام حوالي اسبوعين حبايه فيها يعني بتوجعه طب صلي يا محمد وانت قاعد قال لي لا لا بس ماما هي دي السيره العطره لا لو حموت تحت وهتوجعني حصلي كان بيموت والعظم وجعه بص حضرتك الزبيبه دي وينزل يا ابني ياخد بلاش كان في ده كان في العمر يقول كان عامل عمره يعني عمل خمس عمرات ما شاء الله يعني عامل خمس عمرات انا بابايا ما شاء الله اكتر محمد اكتر محمد اول عمره عملها بعد بابا الله يرحمه ما توفى وما كانش معانا مش هقول لك احنا بعت له بقيت الذهب بتاعي وتاخد يا محمد كمل على عمره وروح عشان نفسه يعملها لبابا عملها وسبحان الله ربنا رد بعد كده حوالي اربع خمس ست مرات يعمل عمره لحد اخر عمره 2011 بعد ما بدا يغلى بقى وكده كانت الدنيا بقت صعبه انا وادي على فكره كان ما كانش بيكتب تكاتك دي من كام سنه مشاكل بتاع مشاكل انا واحد بتاع مشاكل انت تقتلني برضو مش هو يعني يا ابني انا عايز اسال واحد اللي يخلي بني ادم يقعد يعذب في واحد وجاب دم لا مش هسيبك غير لما موتك هو انت جبروت يعني طبعا المتهم اتمسك ممسوك هو معلش انا السؤال لحضرتك يعني حط نفس مكاني هو عشان اجر قتلك لا طبعا لا طب عشان مكان قتلك لا طب انا وانت قلنا كلمتين واختلفنا وقلنا كلمتين وحشين لبعض وشتمنا بعض قتلك ايا كان الخلاف يعني هنشوف يعني بعد كده بقى لما اتخانق مع اي حد تموته بقى لا ما احنا بقينا عايشين في غابه بقى نقتلوا بعضينا بقى يعني خلاص بقى دي قله ايمان احنا الواحد مننا لو انا عورته مثلا كمان ده مربي دقنه هتعب يعني انا من جوايا اشوف الدم ما اتعب انما ده واحد ده فضل يضرب انت بتضرب فيه كده ليه ده انت الايمان كل واحد فينا عنده ربنا جواه انت ده ما عندوش ربنا ده ما يعرفش يعني ايه ربنا وكمان يعني ربنا صبرها امي وصبر ام حمزه ويصبر البيت التاني ويصبرنا ويصبر بيت يعني انزل شوف الناس في الشارع انا والدي انا رحت الكافيتيريا امبارح المكان حزين على والدي المكان ما فيهوش نفر انا في اولى ثانوي في ثالث ثانوي سوري الصغيره في اولى ثانوي عنده ثانوي عام دي بس كان روحه فيها بقى ريلي يعني انت واضح ان انت يعني اصغر اخواتك يعني صح ريلي بابا بقى يعني كان بيقول لك ايه او ايه الكلام اللي كان بيقوله لك بابا كان اخر حاجه عملها معايا ان هو كان حوالي 4 ايام او 5 قبل ما يموت يعني راح معايا المدرسه جاب معايا دوم مدرسه انا كنت ساعتها ضغط عليه قوي فلوس الدروس مذكرات ومدرسه وكده قعد يقول لي انت ما تشيلش هم اي حاجه عايزاها هجيبها لك
راح معايا، كان معايا هدوم وقال لي باذن الله باذن الله لو هي صحه هاجي معاك يوم لحد المدرسه اللي هو كان امبارح. كان نفسي ينزل معاكي امبارح. كان انا كان نفسي هو كمان يجي معايا. مثلا قبليها بحوالي اسبوع كان هو واخد اجازه، كان يوميها جه بدري كان لاقي على الشوكه هي اللي صاحي اختي، فقعد يتكلم معاها شويه كده فقال لها هي جانا فين؟ قالت له نايمه. قال لها اه اللي انا عايزها. قال لها قالت له نايمه يا بابا خلاص يعني محدش بيصحى، هو كان بيجي 5 6 الصبح. الفجر صحاني يعني. نجيب طول النهار بيبقى نايم عشان خاطر راجع. كان يقول لي يعني انا اسفه انا بحبها قوي بنت الكلب دي. قلت له طب قال لي مش عارف هو بيحبهم كلهم. أيوة بس دي عنده كان لو طلبت نجمه من السماء يجري يجيبها لها. ليه يا محمد؟ قال لي مش عارف. فاهميها؟ قال لها شفتي فين جنى؟ قلت له نايمه. قال لها من بدري؟ قلت لها لسه من شويه صغيرين. قال لها طب خلاص انا هبقى معاها في يوم تاني. بعديها بحوالي ساعه ونص او اتنين انا قمت. قال لي بنت حلال انا كان هنا شغلي بقالي ما جدا فانا كان بقالي ما قعدتش معاه. قعدت يوميها معاه اتكلم معاه في كل حاجه، كل ما اتكلم معاه في نقطه يعني هي يدخلها في الدين. كان اي حاجه اتكلم معاه فيها في الدين يقعد يتكلم معايا. كانت الصوره اللي هو بيحبها ليا كانت الرحمن ان انا اسمي فيها. اتكلم معايا في الدين، افتح معايا مواضيع كتير قوي. وفي اخر ما خلصت قعد يقول لي جنى اي حاجه انا هجيبها لك، انا هفضل معاكي طول الوقت مش هعمل لك اي، هفضل اساعدك طول الوقت. كان حلمه تطلعي ايه؟ هو كان عارف ان عايز اخش علم علوم، فكان قال لي انا شايف الدكتوره، انا مش شايف حاجه غير دكتوره. ان شاء الله تكملي وتبقي دكتوره وتحققي حلمه عشان يبقى نايم مطمن وربنا يصبرك يا رب. ايه اللي عايزاه دلوقتي يا حاجه؟ ايه اللي انت عايزاه؟ عايزه القصاص يا ابني، بس عايزه احقق جوزي. الموت علينا حق، انا مؤمنه ان هو كانت ساعته الساعه دي، بس انا صعبان عليا الموت. كل ما افتكر يا ابني انا مش مصدقه. وعندك حمل كمان يعني ربنا يعينك. انا مش عايزه اقولك انت زي ابني، انا احنا بكره حرفيا ولا بعده، طب واللي واقف جنب اخويا امي بعد كده حرفيا مش هلاقي ناكل. طبعا ربنا ما ينساش حد، بس صدقني كان شايل ياما، شايل ياما اكيد. رب الاسره طبيعي هو اللي شايل الحمل، شايل وغير كده ما شاء الله كلهم في مراحل تعليميه يعني. لا غير كده حرفيا الوحيد اللي كان بيطبطب على كتفنا انا اقول كده والله والله الوحيد اللي كان بيطبطب على كتفي. انا عصبيه شويه بعد ما زعق يقول لي عندي السكر والضغط، يقول لي اعملي اللي انت عايزاه، ارتحتي كده اللي انت عايزاه اعمليه ولا يهمك يا منى. ان هو كان قريب من ربنا وبيحب ربنا. الله يرحمه والله يا ابني ما مصدق وصعبان عليا منظره. ليه تضربه كده لحد ما تعمل فيه كده؟ ما صعبش عليك طيب اما نخ وكده ليه؟ ليه قول لي في سبب واحد يخليني اعمل فيك كده؟ والله يا ابني ساعات بعد اول امبارح قمت كده مفجوعه، انا غفله مني ما والله ما نمت، قمت مفجوعه لثواني بصيت على الباب على اساس ان ايه محمد داخل بيفتح الباب. وبعدين قلت شويه محمد انت عبيطه، ما محمد الله يرحمه بقى لي يومين هيفضل موجود في ولاده وفي سيرته الحلوه اللي حضرتك يعني تقريبا كل حاجه حلوه ما شاء الله كان بيقولها. وبدخل الله يرحمه يا ابني، دخل بنته حتى بنته الصغيره كان بيتكلم معاها في الدين وعايزه اشوفها الفتره الاخيره. كنت كل مثلا بقول لها يلا يا جني قومي يقول لي انت مش يعني هتقوم عشان تذاكر يعني مستكتر عليها الساعتين اللي بتقعدوا معايا مستكتر. طب بس عشان تذاكر لانه كان حنين قوي بيحب الله يرحمه ويسامحه. عايزك تهدي كده وتصلي على النبي وتصلي يا افضل الصلاه والسلام لله. بص انا انا كنت ازهريه فانا عارفه انا مؤمنه بربنا وكلنا مؤمنين بربنا وانا اكتر واحده دارسه وعارفه الكلام ده. بس انا وليه كده؟ ليه نعمل كده؟ وبعدين انا زي ما انا دارسه زي ما انا عارفه من قتل يقتل ولو بعد حين. ده اللي نفسك فيه ان هو القصاص. القصاص اصل ده واحد يا ابني ما هو لازم مش نفسنا اللي الراجل ده انا سامع ان هو عنده قضيه لسه طالع منها ولا بقى هربان. ضرب واحده ست بعصايه مكنسه اوتوماتيك مكنسه كهرباء اللي هي الاستانلس التخينه. ايه خليني اضرب ست قدامي؟ دي مش رجوله، مش مشاجره كمان، دي مش رجوله. لا ومش رجوله، ده مش راجل. واني افتري على ست واعمل فيها كده اجيب لها ارتجاج وبعدين اضرب الراجل اموت؟ طب ما بكره واحده وواحد وعيل وكبير وصغير، هو مش فارق معاه، هو ما عندوش قلب بلطجي هو. فالمفروض ان ده يموت، ده هو العدل ربنا ان يموت مش اللي احنا عايزينه. يعني ربنا يصبركم يا رب. يعني الحاج محمد يعني سيرته عطره واولاده زي ما احنا شايفين ما شاء الله مشرفين جدا، اسره مشرفه وولاده ما شاء الله فخر الحقيقه. اي اسره في الدنيا تتمنى يبقى عندهم نفس اللي عند الحاج محمد ما شاء الله، كليه علوم وثانويه عامه واسره متدينه عارفين ربنا ما شاء الله.
هما طبعا مؤمنين بالله ان ده القدر، لكن طبعا الفراق صعب، وفكرة ان هو رايح شغله فالسواق يرفض يكمل المشوار فينزل يخلص عليه بالطريقة دي صعبة. وهم كل امنيتهم في الدنيا طبعا ان حقه يرجع بالقصاص العادل في ضد المتهم، وكمان يعني ربنا يعينهم على اللي جاي، لان هو كان مصدر الدخل الوحيد ورزقهم الوحيد، فربنا يعينهم على اللي جاي، وان شاء الله مسيرته تكمل في ولاده، وان شاء الله يلاقوا او يكون لهم يعني وسيله دخل كمان الفتره اللي جايه. بشكركم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه القاهره 24 وكايرو لايف، بنقدم خالص العزاء مره اخرى لهذه الاسره المحترمه اللي بنتمنى لهم ان شاء الله ربنا يصبرهم، وان شاء الله الحاج محمد يعني في الجنه ونعمه. شكرا جزيلا لحضرتك.